إذا ما جئنا بهذه البنوك الأمريكية والخبرة الأمريكية في النظام المصرفي وأردنا تطبيق هذا النظام على البنوك العاملة اليوم في العراق، هل يمكن أن يؤثر ذلك ربما إذا ما أرادت الحكومة تغيير هذا النظام برمته يؤثر ذلك على مزاد العملة مثلا الذي يقوم به البنك المركزي؟ نعم، يعني عملية انتقال الحوالات إلى نظام الاعتمادات المستندية من خلال مصارف موثوق بها من خلال المصارف الدولية العاملة في العراق من الممكن أن تقلل الحاجة إلى المزاد، ومن الممكن أن ننتقل إلى نظام الاعتمادات المستندية عن طريق بنوك مراسلة دولية معترف بها. فالنظام المصرفي نعم عملية خلق شراكة دولية تعيد الثقة، يعني ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. الآن العراقيين يمتلكون مدخرات أكثر من 40 تريليون دينار لدى العراقيين بأشكال مختلفة، فعملية وجود مصارف لديها الثقة، لدى الجمهور ثقة بهذه المصارف، من الممكن أن تحرك هذه المدخرات ونخلق بيئة لعملية التمويل باتجاه المشاريع. يعني عملية وجود تكاليف للتمويل قليلة منخفضة من خلال المصارف الدولية وليست المصارف المحلية، على اعتبار المصارف المحلية حقيقة تقوم بعملية منح الائتمان لكن بتكاليف عالية. نعم. المصارف الدولية من خلال استثمار الأجنبي المباشر من خلال المنح والمساعدات من الممكن أن نحصل على أموال بتكاليف منخفضة ونمول السوق المشتركة، نمول المناطق الحرة. العراق بحاجة إلى خلق فرص عمل، فعملية خلق فرص العمل يعني جذب الأموال. نعم. جذب الأموال باعتقادي النافذة الرئيسية ستكون من خلال المصارف الدولية بالإضافة إلى شركات التدقيق الدولية.